بسم الله الرحمن الرحيم، وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. حل معكم النهاردة الدرس الثاني للصف الثاني من الوحدة الأولى. احنا خدنا الفيديو اللي قبل كده حل الدرس الأول، النهاردة إن شاء الله نحل مع بعض اختياري ومواقف الدرس الثاني كله، وفي الآخر نقرأ الكلمات إن شاء الله. ربنا ييسر الحال تبين إن شاء الله، ربنا يكرمك وتستفيد من المحاضرة. جايب لي في صفحة 96 بداية الدرس الثاني، هنقرا نشوف السينما نروح نعمل فيها ايه، النادي وهكذا. اول واحدة السينما، كاتب لك وسطها بور ريجاردير عن فيلم لكي اشاهد فيلم، اكتب الترجمة وراي. تروح النادي بور فيردو سبورت لكي امارس رياضة. نشوف الثالثة الاستاد بور فوار ان ماتش لكي ترى المباراة. الرابعة السوبر مارشي بور فير دي كورس لكي اعمل مشتريات، اكتب كلمة مشتريات. الخامسة تياتر المسرح بور فوار ان بيس لكي ارى مسرحية. الستة المتحف بور فوار لي تابلو لكي ارى تابلو لوح وستاتو تماثيل. الحديقة او المتنزه بارك بور فير ان برومناد لكي اعمل نزهة. اوزو حديقة الحيوان بور فوار دي زانيمو لكي ارى حيوانات. نشوف ترجمة اللي جاي. المطعم بور بروندر ان روبا لكي اخذ وجبة. البيبلوتيك بور لير دو ليفر اقرا كتب. الليبرير المكتبة بور اشيتير دو ليفر لكي اشتري كتب. الباتسري محل الحلوى بور اشيتير دو ديزارت لكي اشتري حلوى. شوفوا اللي جاي. البولونجيري المخبز بور اشيتير دو با لكي اشتري خبز. الجملة اللي جاي. اوبيتال المستشفى بور فوار لو دكتور لكي ارى الطبيب. بسين حمام السباحة بور ناجير لكي اسبح. هنا الافعال، كمل الجملة هتجيلك اختياري. شوف ترجمة اللي جاي. فارماسي الصيدلية بور اشتير دي ميديكامو لكي اشتري دواء. جار المحطة بور براندر لوترين لكي ياخذ القطار. باتنوار ميدان التزلج بور فيردو باتانا جلاس لكي اعمل باتانا جلاس او بور باتينير لكي اتزلج. الميناء بور براندر لوباتو لكي ياخذ المركب. الايروبورت بور براندر لافيو المطار لكي ياخذ الطائرة. تعال نكمل السؤال الجاي. هي تريد ان تاكل، هي تذهب او رستوران. الى المطعم. الجملة اللي جاية. انا اذهب اليه لكي ارى مباراة كرة قدم. يبقى الى الاستاد او استاد. بور لير دي رومان لكي تقرأ روايات ام فا نذهب على بيبليوتيك. الجملة اللي جاية. جي سوي مالاد أنا أكون مريض، جي دوا لير يجب أن أذهب على بوتال. جوليا تذهب نقط لكي تشتري جاتو حلوة، يبقى على باتسري اكتبها في الفاضي. محل الحلوة. الجملة اللي جاية. جوليا تذهب قلناها. الفونت هم يذهبون بور ناجير يبقى إلى البحر على مير، ولو كتبت إلى البسين على بسين. نشوف السؤال اللي جاي. هي تذهب إلى نقط لكي تعمل باتانا جلاس، يبقى تذهب على باتنوار ميدان التزلج. نشوف الجملة اللي جاية. بور فوار لي زانيمو لكي نرى الحيوانات اون فوا نذهب او زو الى حديقة الحيوان. بدأ بالعدد كده بالعدد الترتيبي. العدد الترتيبي قصته كلمتين. العدد الترتيبي ايه هو؟ هو المقطع يم، مقطع اضافة المقطع يم جنب الارقام ما عدا
بريمير الأول ومؤنثة بريمير الأولى، وكلمة دورنير الأخير، وكلمة دورنير الأخيرة. بداية من رقم واحد آن، ينفع أحط له آنيم، بس ده هو ما بيجيش غير في حالة واحدة بس، لما يقول لك فا 20 ايه، احط كلمة بريمير يعني الاول، عايز اقول الاول والعشرين، قال لك لا، بريمير بتيجي لوحدها، ما فيش حاجة تيجي معاها من الارقام. اما لو حبيت اقول 21 اتني كاتب فا ايه انيم، يبقى ديت معناها الاول ودي معناها الاول، دي لازم لها رقم تسند عليه، دي لا لازم تيجي لوحدها. بداية من كلمة اتنين تلاتة إلى ما لا نهاية، نضيف المقطع يم، بقت دوز يم أو ترواز يم. إيه تاني؟ تلات ملحوظات، أول واحدة إذا كان العدد ينتهي بأو تحذف، ونضيف المقطع بتاعنا يم، زي كلمة كاتر أحولها إلى كاتر يم، دفترها المقطع يم. في العدد خمسة سانك، نضيف لها كده أهو، ضفنا لها حرف الأو وبعدين حطينا المقطع يم. في كلمة نف، حولنا الإف ده هي إلى في، بقت نف وضفنا لها المقطع يم. دول ثلاث ملحوظات على الأعداد، العدد اللي نهايته او تحذف ونضيف يم، سان كدفنا لها او وحطينا المقطع يم، نف حولنا الاف لفي وضفنا لها المقطع يم. ايه تاني؟ ايه تاني؟ قال لك سواء العدد الترتيبي مبدوء بساكن او متحرك، يا ياخذ لو او لا حسب ما بعدها. يعني لو جات لك لو دوز، عايزها متحرك انه بادئ، لا اخد ويتيم سامن، انا حطيت هنا لا احط في البنت السامنه، نفس المثال لو اونزيم الحادي عشر جرسون، الولد الحادي عشر، خدنا هنا لو وخدنا هنا لا بدون النظر عن مبدأ بحرف ساكن او متحرك حسب ما بعد. في تمرين في صفحة 98 هناخده، التمارين اللي نقدر نكتبها بسرعة وتمارين الاختيار طبعا هنكتبها. التمرين رقم واحد بعمله، التمرين رقم اتنين اكتب التحويل بتاع الكلمة ده الى رقم، سكند يعني الثاني، دوزيم ثاني عشر، ديس نيفيم 19، التاسع عشر، سيتيم السابع، بريمير الأولى، ترونتيم الثلاثون، فان ايت انيم 21، سانكونت تروا أو تروازيم سانكونت اللي هي 50، وتروازيم بس 53، سانتيم 100، كرونت نيفيم، كرونت 40 ونيف 9 يبقى 49. هذا احنا قرناهم بس، تعال نختار مع بعض. علي يكون الحادي والعشرون، انا عايز كلمة الحادي والعشرون لسه مديلك في الملحوظة بتاعتنا. الآن ما تنفعش عشان هو مش رقم واحد. العداء الأول ده دي الأولى مؤنث، والأول مؤنث ما بيركبوش مع عدد. كلمة أنيم هي الذي يأتي قبلها عدد تسند عليه، زي كلمة فان، زي كلمة ترون، زي كلمة إلى ما لا نهاية.
جون انه التلميذ الاول، ادي كلمه التلميذ الثامن، ادي كلمه ثمانيه مبدوء بحرف ساكن ومتحرك، ما تدورش ان سواء العدد مبدوء بحرف ساكن او متحرك هتحط له او لا، وتلميذ مذكر عايد على جون يبقى ناخده له. منى تكون ويتم جابها لك تاني، منى تكون الثامنه في السباق ناخده كلمه لا عشان ما تتاثرش. هو يقرا كتاب، كتاب مذكر يبقى ناخده له وما بتاثرش سواء مبدوء بساكن او متحرك. نشوف السؤال اللي جاي. جي تي برزنتي يقدم لك منى الأولى في المدرسة. منى مؤنثة يبقى ناخده كلمة لو بريمير ولا لا بريمير؟ ناخده لا بريمير. كيستيون أسئلة جمع مؤنث، لازم ندور على حاجة في دول جمع مؤنث. نبص مع بعض، أول واحدة مفرد مذكر جمع مذكر، مفرد مؤنث جمع مؤنث الأخير. مسيو سيدي خذ أول شارع يمين، كلمة شارع مؤنث، أدور على لو بريمير ولا لا بريمير؟ أخد لا بريمير اللي هي عشان الشارع مؤنث تاني واحد. ماريا تصل بعد الأول، ماريا دي وصلت بعد الأولى، يبقى ترتيبها إيه في السباق؟ يبقى ترتيبها التانية. دوزيام الثانية ما بتتغيرش، تمشي مذكر وتمشي مؤنث. يبقى الكلمة اللي بتنتهي بالمقطع يا إما تمشي مذكر أو مذكر ومؤنث. نشوف السؤال اللي جاي. علي يصل قبل كل الناس، علي وصل قبل كل الناس هو يكون الأخير، الأخيرة، الأولى، الأول. ده علي ده مذكر يبقى ناخده كلمة لو بريمير يعني الأول. ألان يصل قبل العاشر، وصل قبل العداء العاشر هو يكون أكيد التاسع. التامن ما تنفعش، التاسع تنفع يبقى هو التاسع. زوي تصل بعد كل الناس، هي تكون الأخير، الأول، الأولى، الأخيرة. وصلت بعد كل الناس يبقى تكون لا دورنيير. جايب لي في الدرس ده صيغه الامر، احنا شرحنا صيغه الامر قبل كده في فيديو ماشي، وشرحنا فيه ازاي نؤمر، بس احنا ممكن ناخد عنه نبذه بسيطه مختصره. الامر اهم حاجه فيه انك تعرف اذا كنت بتصرف مع التي او النو او الفو. النو ده هنا لما تلاقي اقتراح، والتي بتاعت المفرد والفو بتاعت الجمع. مش بس الفو بتاعت الجمع، لا بتاعت الجمع والاحترام. التي لما تلاقي في الجملة تن تا تي أو توا. الاقتراح ما تلاقي في الجملة نو أو نطر. الجمع والاحترام لما تلاقي في الجملة فطر أو فو أو الأب أو المدرس إلى ما لا نهاية. ونحذف حرف الأس مع الضمير تي تاني حتة. قال لك في أفعال المجموعة الأولى والتي تصرف مثلها. أنا بكتب القاعدة بالعربي. وقال لك في ملحوظة إن في فيرب اسمه الفيرب ذو ضميرين، لو خدت سي لافي حبيت أعمله أمر مثبت وأمر منفي. هبدأ بالمنفي. اي فعل ذو ضميرين هتيجي تصرفه هتلاقي نفسك صرفته مع التي تي، وادي لافي اخرها واس، مع النو نو ولافو اخرها هو الناس، مع الفو فو ولافي اخرها هو زد. تاني خطوه بنحذف الضمائر التي والنو والفو وحرف الاس وتسيب الجمله زي ما هي. اذا كان امر مثبت خذ القطعتين اللي هم تحطهم جوه، يبقى تي لافي نو لافو. احنا شرحناها طبعا في شرح الوحده دي كامله، فو لافي، بس انا باخد تفكير بسيط بها او تذكره بسيطه بها اصلا. طب لو كان امر مثبت اعمل مقص بالاثنين وبدل لاف والتي تحول لتوا، لافو وراها نو، لافي وراها فو. شواذ الامر ثلاثه، تذكره بسيطه كده بسرعه. هذا الجدول بتاع شواذ الامر، فيرب اتر وفيرب افوار وفيرب صفوار مع التي والنو والفو. اتر مع التي هتبقى سوا سويو سويي، ايي ايو ايي، سش
ساشو ساشي. ده تذكرة بسيطة للأمر، تعال نحل. صفحة 100 جايب لي شوية تمارين على الأمر. الأب بيطلب من بنته بيأمر كام واحدة؟ واحدة بس. بيقول لها اذهبي. يبقى فيرب ألير حصرفه مع التي. ألير مع التي في أه إس. أحذف التي والإس ليه؟ عشان ده فيرب مجموعة أولى، يبقى هيضل لي حرفين بس اللي هو فا. مسيو احترام، كلمة تورني مع الاحترام هتبقى تورني نهايتها أو زد. المدرس بيقول للتلاميذ أمر مع الفو، إيش عرفك عشان بيتكلم مع التلاميذ. فيرب فير مع الفو منين على طول اف أ إي تي أو إس. جون بيقول له ليو خذ. كلمة براندر كده هصرفها مع التي ولا الفو؟ قال لك مع التي لأنه بيأمر شخص واحد، يبقى برند آخرها دي والنهاية إس. مون بتي صغيري، بأمر كم واحد؟ بأمر شخص واحد، ده فيرب مجموعة أولى. طب يلا ترافيرس صرفناها مع التي هتبقى نهايتها أو إس، بحذف الإس. الجملة اللي جاية المار بيقول للسيدة، بيأمر السيدة يبقى بده احترام على طول، يبقى ترافيرس هتبقى مع الفو. ملينا حروفها ترافيرس لحد الاس واحط النهاية او زد عشان هي امر مع الفو. ماريا بأمر شخص واحد، يبقى الفيرب بروبوز هيبقى نهايته او بس لأنه ما قدرتش احط الاس لأن بحذف حرف الاس مع الضمير تي، وماريا بأمر شخص واحد يبقى بأمر مع التي. الاب بيقول لبنته مشي، امشي هتبقى مارشي. جيت احط الاس لقيته فيرب مجموعه اولى، خلاص حفظناها، بنحذف حرف الاس مع الضمير تي في افعال المجموعه دي. تعال نشوف انا واحده في دول. هنا تون يبقى امر مع التي. في هنا في او اس وفي هنا او، وده فعل مجموعه اولى يبقى باخد اللي فيها او بس. مسيو احترام على طول ادور على اللي فيها فو الاولاني. صغيري يا ترى في اه اس ولا في اه؟ قال لك في اه بس لان انا بحذف حرف الاس مع الضمير تي في افعال المجموعه الاولى، وقال لي عامل معامله افعال المجموعه الاولى. مدام احترام، طالما احترام يبقى مع مين؟ مع الفو. ادور على الفو، قال لك الفو معناها فير بياخد في تي. نشوف السؤال اللي جاي. ماشي مع الجمله لقيت تي. تون تاتي امر مع التي. الفعل اسمه برلي مع التي مجموعه اولى، بحذف حرف الاس باخد اللي اخرها او بس. ماشي مع الجملة لقيت سيلتو بلاي من فضلك، أمر مع التي برضه، يبقى نهايتها أو إس، نهايتها أو الناس، نهايتها أو إن تي ولا نهايتها أو؟ قال لك نهايتها أو بس لأن بحذف حرف الإس مع الضمير تي في أفعال المجموعة. طب وأتير سيارتك للذهاب إلى المدينة، ما حددليش هو أمر مع مين؟ لا ده محدد، جايب لك طب وأتير، يبقى عايز خز. برند اللي من غير إس ولا برند اللي بإس؟ أنا مصرف مع التي هتلاقي برند نهايتها إس. خدها. طب ليه يا مسيو ما حذفناش الاس عشان ده فيرب مش مجموعه اول؟ نشوف السؤال اللي جاي. الاكسرسيس رقم 8 سيلفو بلي من فضلك او من فضل حضرتك او من فضلكم، امر مع الفو. ادور على اللي فيها فو، قال لك في تي نهايتها او اس. سيلفو بلي برضو امر مع الفو. عرفتها منين؟ انا بحدد لك على ايه في الجمله، ايه اللي بيخليني اختار امر مع الفو؟ يبقى ناخده من نهايتها او زد. مسيو سيد احترام على طول امر مع الفو، يبقى اخد اللي نهايتها او زد. المدرس بيقول للتلاميذ امر مع الفو برضه، باخد اللي نهايتها او زد الاخرانيه. مدام احترامي بامر مع الفو برضه، باخد اللي نهايتها او زد الاولانيه. صغيري امر مع التي، اخد اللي من غير اس ولا اخد اللي فيها اس؟ اخد اللي فيها اس عشان انا احذف حرف الاس مع الضمير تي في افعال المجموعه. صفحه 106 بديلي من المواقف بتاعت الدرس اهو، تعال نشوفها سوا. ان تطلب من زميلك مكان المحطة، ماذا أنت تقول؟ يبقى عايز سؤال، هم الأربعة أسئلة ما عدا واحد إجابة ما تاخدش. أين توجد المحطة؟ خلاص. تعال نشوف السؤال اللي جاي. أنت تطلب من زميلك لإمبلاسمون مكان ميدان التزلج، ماذا هو يقول؟ هيوصف لك مكان ميدان التزلج. اذهب طوالي في هذا الشارع. أيوه هي. نشوف السؤال اللي جاي. أنت تحدد موقع، يبقى كلمة لوكلازير تحدد إمبلاسمون موقع تامي زون منزلك، بتحدد موقع منزلك، ماذا أنت تقول؟ أنا أسكن في الإسكندرية ما حددتش موقع منزلي. منزلي يكون كبير ما حددتش الموقع بتاعه. إنه أكود دول أجار بجانب المحطة، خلاص شكرا مش عايز حاجة تاني. نشوف السؤال اللي جاي. بيقول لي في الجملة اللي جاية أنت توضح، أعطونا مي إلى زميلك، سون انترامير خط سيره، بور أرلير للذهاب إلى المحطة، ماذا أنت تقول؟ بتوصف له إزاي يذهب إلى المحطة، هتقول المحطة كبيرة ما ينفعش.
لماذا تذهب المحطة ما تنفعش، خذ القطار ما تنفعش، اعبر الكوبري هي اللي تنفع. ترافرسيل ابو اترني هدر واو لف يمين. ان تطلب من زميلك خط السير، انت اللي بتسال زميلك عن خط السير للذهاب الى النادي، ماذا انت تقول؟ يبقى انت عايز السؤال اللي انت قلته لزميلك عن الذهاب الى النادي. هتقول له للذهاب الى النادي من فضلك، خلاص شكرا، هي الاولانيه زي الفل. السؤال اللي جاي، زميلك تيدو مندي يطلب منك لماذا تذهب الى ميدان التزلج؟ ليه انت بتروح ميدان التزلج؟ كيسك تيدي ماذا تقول؟ انت بتروح ميدان التزلج عشان تمارس تنس، ما تنفعش. تاخذ قطار، ما تنفعش. تشاهد فيلم، لا. يبقى تعمل باتانا جلاس تزلج على الجليد الاخرانيه، صح. انت توضح نشاطك في المكتبه، ماذا انت تقول؟ بتعمل ايه في المكتبه؟ بتشاهد مباريات؟ لا. تشتري كتب؟ المكتبه دي مش بتاعت شراء، ده البيبليوتيك دي بتاعت قراءه واستعاره. تقرا روايات؟ يبقى هي دي اللي صح. نشوف السؤال اللي جاي، ان تطلب من زميلك لماذا يذهب الى الصيدليه، ماذا هو يقول؟ بيروح الصيدليه ليه؟ هو هيقول بور فوار لو ميديسان، لكي ارى الطبيب، الطبيب مش في الصيدليه. لكي العب كره قدم؟ لا. لكي اشتري دواء؟ زي الفل. بورا شتير دي ميديكامون. انت تطلب من زميلك سيزوبجي مشروعات واثناء العطله، ماذا انت تقول؟ انت بتعمل ايه اثناء العطله؟ تعال نشوف. انت بتسال، انت هتقول يبقى سؤال. كل جور ما يوم عطلتك ما تنفعش. اي يوم تفضل مش عايزها في حاجه. ماذا تفعل في الويك اند؟ هي دي اللي انا عايز. كيسكتي في لو ويك اند. شوف السؤال اللي جاي. انت تطلب من زميلك سيز بروجي مشروعاته اثناء الاجازه. بتساله عن مشروعاته في الاجازه، ماذا هو يقول؟ هو هيقول ايه؟ العطله انا امارس كره قدم، انا عايز الفاكانس، مش عايز الويك اند. ركز عشان دي الاسئله اللي بتضيع درجات. ماذا تفعل في الاجازه؟ مش عايز سؤال. الاجازه شهرين، مش عايز عددها. في الاجازه اذهب للبحر، ايوه انا كده بعمل ايه في الاجازه برقم دي. ان تطلب من عداء موقعه دان لاكور في السباق، ماذا هو يقول؟ العداء هيقول لك هو ترتيبه كام في السباق. تعال نشوفه مع بعض. أول واحدة قال لك جيسوي لبريمير، أنا أكون الأول، خلاص مش عايز أكمل قراية. أنت تدعو زميلك أنفت إلى حفلة، ماذا أنت تقول؟ بتدعيه للحفلة، أنت هتقول إيه؟ بكل صروف دي قبول، ما تنفعش. تعال حفلتي يوم الخميس، تعال حفلتي يوم الخميس بدعي. أنت تقترح إلى زميلك إيدي فكرة بور باسيلا سواري لكي تقضي السهرة، ماذا أنت تقول؟ بتقترح عليه فكرة، نذهب إلى السينما هذا المساء، أدي اقتراح زي الفل، أمر هوت بس اقتراح. أن تطلب من زميلك موقعه ده لاكور في السباق، ماذا أنت تقول؟ أنت تطلب من زميلك موقعه في السباق، هتقول له إيه؟ أنت تشارك في السباق؟ لا، ما عرفتش موقعه. السباق متى ده ميعاده؟ كليتا بوزيسيون، ما موقعك في السباق؟ ما موقعك في السباق رقم سي. تيدو ان انت تعطي نصيحه عن سيكليست الى راكب دراجه، ماذا انت تقول؟ بتدي نصيحه لواحد راكب دراجه، هتقول له مشي على الرصيف الجانبي، ما تنفعش. مشي بسرعه، ما تنفعش. خذ ممر العجل، زي الفل، خذ ممر العجل. نشوف السؤال اللي جاي، انت توضح لماذا تذهب للمتحف، ماذا أنت تقول؟ بتروح المتحف ليه؟ لكي ترى ستاتو تماثيل، زي الفل، مش عايز أكمل. تيدي موندي، أنت تطلب من زميلك الفرنسي لويك إند العطلة في فرنسا، ماذا هو يقول؟ بيسأله عن العطلة في فرنسا، هو هيقول إيه؟ هيقول إنها يوم الإثنين، ما تنفعش. إنها السبت والحد، العطلة في أوروبا جميعا السبت والحد. تعال نشوف رقم 18. أنت تنصح مار قبل عبور الشارع، بتسأل واحد، تنصح واحد مرة قبل ما يعدي الشارع، أنت هتقول له إيه؟ لا تنتبه، عايز تضيعه. مر ديفونت امام السيارات، كده نهايته. نيمار شيبا، لا تمشي على ممر المشاه، غلط طبعا. انتظر الاشاره الحمراء، طبعا لازم يستنى الاشاره الحمراء. ان بتيون مار تيدي مندي يسالك عن الطريق بورا الليل للذهاب الى البارك الى الحديقه، ماذا انت تقول؟ يبقى هتوصف له خط السير. انا عايزكم بعيد عن الحديقه، لا. للذهاب الى الحديقه من فضلك، لا. يوجد أشجار؟ لا. مشي طوالي، زي الفل. نشوف السؤال اللي جاي،
عند تطلب من زميلك ماذا يوجد في الليبرير في المكتبة، ماذا أنت تقول؟ دي منامو أصاب ما تنفعش. طيب دي بيس دي تياتر، مسرحيات في المسرح لا، كتب وقواميس لا، دي جو دي أتراكسيون ألعاب ملاهي. أنت تطلب من زميلك ماذا يوجد في المكتبة، ماذا هو يقول؟ يبقى دي غلط، يبقى نكتب ال دي وناخد رقم سي. شوف السؤال اللي جاي، أنت تريد الذهاب إلى البوسطة، ماذا أنت تقول إلى البيتيو إلى المار؟ لو أنت عايز تروح البوسطة هتقول له بور بوستير أن لتر لكي أرسل خطاب للذهاب إلى البوسطة، أسأله على طريق الذهاب إلى البوسطة. أنت تطلب من زميلك سي بروجي مشروعاته في الأجازة، ماذا أنت تقول؟ عايز تقول له ماذا فعلت في الأجازة أو ماذا تفعل في الأجازة؟ أين أنت، أين تقضي الأجازة؟ ما تنفعش. ماذا تحب في المدرسة؟ ما تنفعش. متى تبدأ الأجازة؟ أي المشروعات تعملها في الأجازة؟ يبقى ناخده الأخرني. نشوف السؤال الجاي، بور برلير لكي تتكلم عن موقعك في السباق، ماذا أنت تقول؟ بتتكلم عن الموقع بتاعك في السباق، أنت هتقول إيه؟ جيسوي لدورنير، أنا هكون الأخير زي الفل. على الترتيب ماشي معانا تمام. نشوف الجملة الأخيرة، أنت تطلب من زميلك أوس تروف أين توجد المحطة، ماذا هو يقول؟ بور براندر لترين، أنت بتسأله عن مكان المحطة هو هيرد عليك إنها كبيرة مش عايز دول في حاجة، إنها إنتر بين السينما والبوسطة، هو هيرد عليها خلاص وإيه وجابكم. سؤال القواعد، أول واحدة إترنير خط السير مذكر، يبقى ناخده كل الأولانيين. مدام وعمل بعدها فصلة يبقى أمر، أمر مع التي ولا الفول، مدام احترام أدور على واحدة فيها أو زد التالت. السبت بعد الظهر أنا أذهب إلى ميدان التزلج مؤنث، يبقى أخد كلمة ألا. نشوف السؤال اللي جاي، يجب أن تلف إشارة مذكر، لازم حرف الجر اللي يجي قبل العدد الترتيبي يكون مذكر. ما تنفعش، او تنفع. للذهاب الى المتحف انا امر بالمدرسه، عايز امر بيه، قال لك بار، دور على كلمه بار، بار الاخيره. شوف السؤال اللي جاي، بير وعمل بعد فصله يبقى عايز زمن امر، بير يبقى بامر شخص واحد، برند فعل مجموعه ثالثه، يبقى اما اجي امر شخص واحد يبقى اخد الاخرها اس عشان مش هقدر احذف الاولى. الأطفال نقط ميدان دلارو بتيوم، الأطفال يمشون في شارع المشاة، أدي يمشي نهايته أو زد، ما تنفعش. الأطفال بتساوي الضمير قال لي بتاخد نهاية دايما أو إن تي، بخدنا رقم ب. طا بسكليت عجلتك، أمر مع التيش عرفك فيه طا، خذ عجلتك، خذ التانية عشان ما أقدرش أحذف حرف الإس. ميزنفو أطفالي بأمر جمع لأن عامل بعدهم فصلة، طالما جمع يبقى امر مع الفو، ادور على نهايتها او زد، قال لك الاولاني. اكتيفيتي انشطه جمع مؤنث، ادور على واحده في ده هم تجمع ها مؤنث، ادور على واحده فيهم، قال لك الاخرانيه كل بتاعت جمع المؤنث. دمانش الاحد انا احب الذهاب الى حديقه الحيوان، مذكر يبقى اخد او. سامي وانا، انا وسامي، اون نحن نكون، الصفه اللي لابد وان تاتي حسب ما قبل ان. هات مثال، اما اقول لك علي وانا، ان ايه وحط نقط، يا ترى احط جراند كبير ولا جراند كبار؟ انا وعلي اكيد جراند كبار. تعال نبص للجمله اللي احنا وقفنا فيه، سامي وانا ان نحن نكون تاه تاه تائهين، سامي وانا جمع مذكر يبقى ناخد الثالثه. انا اذهب الى حمام السباحه، انا غير اسبح، ده مصدر، يبقى عايز كلمه لكي، قال لك كلمه بور. نقط لا تعمل ضوضاء، سلت بليلات تي، يبقى امر مع التي، يبقى اخد فيه الاولانيين. منى وندى يكونوا، منى وندى دول بنات يعني جمع مؤنث، دور لي على حاجه في دول جمع مؤنث، مفرد مذكر مفرد مؤنث، جمع مذكر جمع مؤنث، بريمير الاخرانيه نهايتها او اس يبقى جمع مؤنث. انا اسكن بعيدا عن المحطه، المحطه مؤنث. والاماكن لا تتاثر بالنافي، يعني ما اخدش دول عشان نافي، لا اخد دول
عشان محطة مؤنث. بروجيه مشروعات اكتب عليها جمع مذكر، كتبنا عليها جمع مذكر، يبقى دور على كلمة اسمها مشروعات جمع مذكر، قال لك التالتة رقم سي. لا تعمل ضوضاء سيلفو بلي من فضلك، لقيت في الجملة فو يبقى أمر مع الفو، يبقى خد دي مع التي والجي يبقى دي مع الفو ناخدوها على طول. منى تكون، منى مذكر من مؤنث، مؤنث أدور على حاجة في دول مؤنث، قال لك التانية لا تزيم. نشوف السؤال اللي جاي. لو أنت تكون متأخر، أنت يبقى أمر مع التي، يا ترى برند اللي آخرها إس ولا برند اللي من غير إس؟ قال لك برند اللي آخرها إس عشان ده فعل مش مجموعة أولى. أنا أذهب إلى ميدان التزلج لكي نقط بور بيجي وراها مصدر. أريح نفسي من الملحوظات وأكتبها أول بأول. يبقى بور بيجي وراها مصدر فعل، أدور على فيرب فيغ في المصدر اللي هو رقم سي. فوزيت دوكوزي، أنت تكون متنكر أنكل، لازم وراها تكملة. أنكوا في ماذا؟ مسيو سعيد احترام، يبقى أمر مع مين؟ خدناها كتير النهاردة. احترام يبقى أمر مع الفو، أدور واحدة نهايتها أو زد يبقى ناخده الأخرانيين. تذهب إلى محطة المترو، قال لك على الأقدام. يبقى لماذا ولا أين ولا مع من ولا كيف؟ كيف تذهب إلى محطة المترو؟ نشوف السؤال اللي جاي. إيطاج طابق مذكر، عايز أقول له في أي طابق، أدور على واحدة مذكر مفرد أخد رقم سي كل. الخميس أنا أقضي وقتي في المكتبة، المكتبة كانت مذكر المؤنث، المكتبة مؤنث، أدور على واحدة بتاعت مؤنث يبقى أخد ألا. البور احنا لسه قايلين ان بيجي وراها مصدر، ادور على واحده مصدر بقت الليير الاخرانيه. تدوى يجب ان تذهب دروات من غير الاو، يبقى لو كلمه دروات هنا نهايتها او كنت حطيت لها اه دروات بقت يمين، انما دروات ما فيهاش الاو يبقى اخد كلمه تو، ويبقى الاثنين على بعض معناهم طوالي على طول. كلمة دروا ما فيش آخرها أو يبقى خد تو الأولانية، تو دروا يعني طوال. زملائي أنا بأمر كم واحد؟ أكيد جمع. تعال ندوروا حاجة مع جمع كده، ما لقيتش. المفروض مع الفو، ما تنفع مع اقتراح. نذهب معا إلى ميدان التزلج، يبقى اقتراح يبقى دي الوحيدة اللي تنفع، دي ما تنفعش عشان مش أمر إيه مع مفرد. فونت مع ال، فا مع التي ما تنفعش، ما خدناش غير الاقتراح لأن الأمر بيجي مع التي والنو والفو. شوف السؤال اللي جاي. أنا أسكن في إيطاج الطابق مذكر واخد أو قبله، يبقى الطابق الأول الأولانية عشان مذكر والتانية مؤنث والتالتة جمع مذكر جمع مؤنث والرابعة جمع مذكر، يبقى إحنا خدنا الأولانية. سارة تكون، سارة دي بنت، الحادية عشرة في السباق، تاخد له ما تنفعش إلا هو إس، ما تنفعش إلا أبو ستروم، ما تنفعش بالرغم إنها مبدوءة بحرف متحرك ناخده لا، إحنا لسه قايلين الملحوظة دي دلوقتي. منزلي يكون أمام الدوران ولا قريب من الدو، ما يجيش وراها لو، الدو ما يجيش وراها لو، انفيس كانت عايزه دو، ما فيش قدامي غير الاولانيه امامها. شوف السؤال اللي جاي. ميزيليف تلاميذي بامر مع الفو عشان احط علامه تعجب، يبقى فت الثالثه. جيروبوند انا اجيب على الاسئله في الامتحان، الاسئله الاخيره، الاسئله جمع مؤنث مفرد مذكر مفرد مؤنث جمع مذكر جمع مؤنث، يبقى خدنا الاخرانيه. سي تي اي ليبر لو انك فاضي، اعمل ايه لو انك فاضي دي؟ قال لك بص عايز اذهب امر، ناخده فوق الاولانيه. للذهاب الى المحطه لف يمين، ادي كلمه درواح احنا لسه واخدينها اخرها او، يبقى اخد قبلها اه على اقسام. سون دي جوزمو، اي كلمه في فرنسا وتنتهي بام او ان تي ناخدها ملحوظه كده على جنب اهي، اي كلمه بتنتهي بام او ان تي مذكر ما عدا كلمة جمو الفرسة دي مؤنث. يبقى ما يجيب لك مثلا كلمة تنتهي بام او ان تي واس يبقى جمع مذكر، ادور على واحدة فيها جمع مذكر يبقى رقم سي. سارة تكون متنكرة، بين كلمة متنكر وبين الطبيب دايما اخد ان، يبقى بين متنكر وبين المهنة اخد ان، ادور عليها خدنا الاولى. نشوف السؤال اللي جاي. جي دماندي انا طلبت من زملائي بامر جمع، يبقى امر مع التي ولا الفو لانه حاطط نقطتين في بعض، يبقى امر، امر مع الفو يبقى الاخرانية. في الاجازه انا اذهب عند عمي مع العاقل،
اخد شيء. نشوف السؤال اللي جاي. مسيو سيد احترام، يبقى امر معلفون. ادور في واحده امر معلفون نهايتها وزد، قال لك الاخير. قال لك باللي بمدينه ليون، دي الاجابه. يبقى السؤال باين تمر، من اين ما تنفعش. بار اين، باين، باين، اين، كيف. يبقى باين تمر، قال لك بمدينه ليون، بالمحطه، بالقطار، باي حاجه. المهم نحط كلمه بار في السؤال، بار في الاجابه. تلاميذي جيفو، انا اشتغل على بعد الفصله، هنا الجو بعد الفصله، يبقى تاخد نهايتها او. محدش ينخدع في الفو. ادعوكم. شوف السؤال اللي جاي. قبل الكوبري لف شمال، سواء كان شمال سواء يمين، اخد اه على اقصى. انا اكون الثامن كورير يعني عداء، دي مذكر. العداء الثامن مذكر، ادور على حاجه مذكر خدنا له بغض النظر عن ويتيم. خذ الشارع مؤنث، لو بريمير مذكر ما تنفعش، لا بريمير مؤنث تنفع خدناها. شوف السؤال اللي جاي. جوليا وعمل بعدها فصلة، يبقى بيأمر شخص واحد. برندس الأخيرة اس. ممر العجل، خذ ممر العجل، مشي كانت على ممر العجل عايز على ما فيش، لف في ممر العجل كانت عايزة فيه ما فيش، استمر في ممر العجل كانت عايزة فيه ما فيش، يبقى خذ ممر العجل لأن هي جاية مباشرة ما فيش حروف جر. قلنا نقط لابس ثياب لممر العجل، قلنا بتساوي الضمير ال في التصريف، ادور على حاجه نهايتها دي. قال لك برند الاخراني. منى انها الانظم التلميذه الحادية عشرة، منى مؤنث يبقى ناخده لا رقم ب. اذهب الى حجرتك، امر مع التيش، عرفك عندك طا، يبقى ناخده فار من غير اس. اندوا مارشير، يجب ان نمشي على ممر المشاة، ممر المشاة مذكر، يبقى ناخده سير رقم ب. مدام احترام، يبقى امر مع مين؟ قال لك امر مع الفو، ادور على واحده في دول امر مع الفو، قال لك فت الاخرانيه اللي نهايتها تي او اس، هي دي الامر معاه. انا اكون في سنه اولى ثانوي، عندك كلمه بريمير مذكر ما تنفعش مع سنه عشان السنه مؤنث. ان يم يعني الاولى برضه بس لازم لها عدد قبلها. بريمير ام بريمير انيس كوندير، في سنه اولى ثانوي، يبقى بريمير مذكر مؤنث خدناها مع كلمه اني. ليموزيل متحف يكون قريب من البنك، البنك مؤنث. وبري بيجي وراها دوب مشتقات، مش دوب بس، البنك مؤنث، ادور على اللي فيها دولار اللي هي التالتة. انا اسكن في الحي، حي هادئ، كلمة فيه بس، قلنا ما يجيش وراها ادوات، او ما يجيش وراها ادوات، افيك ما ينفعش لان معناها مع، يبقى ناخده كضم عشان بيجي وراها اداة، دي ترمينو. نشوف السؤال اللي جاي. انا اشارك في السباق، السباق مؤنث، يبقى ناخده على رقم سي. أنا أشارك في السباق بتاع العجل برضه مؤنث، يبقى ناخده ألا. طيب. جوليا تسكن قريبة من عندي، أدي بري بيجي وراها دو بس. طب ليه يا أستاذ أنت ما كملتش؟ لأن جا وراها حرف جر شيء، يبقى ناخده دو بس، دو وشيء ورا بعض. تيفا على فت أنت تذهب إلى الحفلة، قال له الساعة 21. كيف، أين، ماذا، في أي ساعة؟ شوف السؤال اللي جاي. المحطة إنها، ماذا ما تنفعش في نهاية السؤال. من دل العاقل، أين، ده السؤال اللي إحنا عايزينه. المحطة إنها أين. لا سواري السهرة في السينما، بصو نهايتها أو إن ما تنفعش أمر. بصي مصدر ما تنفعش أمر. بصي نهايتها أو إس ما تنفعش أمر، لأن فعل مجموعة أولى، يبقى ناخده بصو اقتراح. نقضي الفيلم أو السهرة في السينما. بيقول لك لا تعبر الإشارة الحمراء. الإشارة مذكر أو الإشارة الخضراء. الإشارة مذكر يبقى ناخده أتمنى لكم أجازة. كلمة أجازة جمع مؤنث. أدور على حاجة في دول جمع مؤنث، قال لك بوم الأولاني. تلاميذي وعمل فصلة، يبقى أمر مع التي ولا الفو، يبقى أمر مع الفو. أدور على حاجة نهايتها أو زد، قال لك الأولاني. نذهب إلى المحطة، نأخذ القطار، عايز كلمة لكي بالعربي. قال لك كلمة اسمها بور. أنا طلبت من أخويا أن، عايز أن بالعربي. أن اللي هي دو. يبقى جي دوماندي بونفريت دو بروندر لوترين أن يأخذ القطار، تعال نشوفه كده. مسيو سيد احترام،
يبقى عمري مع الفوم اخد رقم سي. نشوف السؤال اللي جاي. انها منى لافان ات، حطيت لفان يعني 20 وعايز واحد بريمير، ما تنفعش ان، ما تنفعش بريمير، ما تنفعش ان يم، هو العدد اللي بيركن على العدد الثاني اللي هو العدد الترتيبي ان يم يعني الحادي والعشرون. في الجملة خمسة في تي، يبقى عايز امر مع التي. في 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 نشوفه كده امر مع التي، يبقى خدنا الاولانية. نشوفه السؤال اللي جاي. رياضة جمع مذكر، يبقى ناخده كلمة كل اللي هي اخرها ال. اون سوبر مونيه، نتنزه في المدينة بالعجلة من الموتوسيكل، طالما هتركب عليها يبقى ناخده على اقصم. بيقول لك سيسون ديرون، انها الشوارع، الشوارع جمع مؤنث. ادور على حاجه في دور نهايتها واس، قال لك الاخير. ده اللي جاي دي نفي، لا يوجد نفي مبدوء بحرف ساكن، يبقى اخد دي او في النفي. لو جردان، الحديقه تكون في مواجهه ميدان التزلج مؤنث، طالما ميدان التزلج مؤنث يبقى ناخده دولا. اماكن جمع مذكر، انا بكتب الترجمه معاك اهو، اماكن جمع مذكر، ادور على حاجه فيها جمع مذكر يبقى خدنا رقم ميكو بين زملائي، مأمور جمع اللي حاطط له علامه التعجب، جمع مع الفو يبقى ناخده الليل اللي نهايتها او زد التانيه. مدام احترام، مهما يكن من احترام فالمدام مؤنثه. انت تكوني تائهه ولا تائه ولا تائهات ولا تائهين، يبقى مدام انت تائهه الاولانيه. جاء بالتالي انا اسكن في عماره، عماره مذكر عايز جديده، ادي كلمه جديد للمذكر، جديده للمؤنث، جدد جمع مذكر، جديد للمذكر. ايه الفرق بين الاولانيه والاخرانيه؟ جديد الاخرانيه توضع قبل المذكر المبدوء بحرف متحرك، وكلمه عماره مذكر يبقى ناخده نوفيل الاخرانيه. عنوان مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك، تعال نشوف طن بتاعت ايه؟ قال لك طن بتاعت المذكر. طب انت علمت عليها صح ليه؟ لانها بتاعت المذكر وبتاعت المؤنث المبدوء بحرف متحرك. نحن نكون في مواجهه الحديقه مذكر، يبقى ناخده دو. مسيو احترام، يبقى اكيد امر محمد خدناها كتير مع الفو، دور على نهايتها او زد طلعت الاخرانيه. علي وسامي يكونوا، دول جمع مذكر، الاول الاوليات الاوائل، يبقى علي وسامي يكون الاوائل جمع مذكر. للذهاب الى المدينه ناخذ المترو، ولا ناخذ في المترو؟ ناخذ المترو، يبقى خدنا الاولانيه. شوف السؤال اللي جاي. هل المتحف بعيد عن البوسطة؟ البريد مؤنث، يبقى ناخده دولا التاني. نشوف السؤال اللي جاي. مشي مع الجملة هتلاقي كلمة مون كايرس كراسة اكسرسيس سيلتو بلي، من فضلك امر مع التي. شرشينا هيت او زد او اس او ان تي او بس، يبقى ناخده اولى انه فيرب مجموعة اولى. بور الليل للذهاب عند الحلواني او الى محل الحلوى، ده هي مؤنث، يبقى ناخده حاجه مؤنث ولا او ولا لا لا بتاعت المؤنث. شوف السؤال اللي جاي. مشي على ممر المشاه، ممر المشاه مذكر، يبقى ناخده لو الاولاني. شوف السؤال اللي جاي. انا امارس بتان، بتان هو تعبير على بعض اسمه بتان اجلس تزلج على الجليد. نحل اختيار الامتحان اللي جاي ونشوف هنعمل فين. صفحه 115 بيقول لك انت توضح الى مار طريق المتحف، ماذا انت تقول؟ بتوري له طريق المتحف، هتقول له المتحف كبير مش عايزها في حاجه، مشي طوالي، هي دي اللي انا عايزها. فودي مانديه، انت تطلب من زميلك سي بروجيه مشروعاته بنضم اثناء الويك اند العطله، ماذا هو يقول؟ هو اللي هيجاوب عليك على مشروعاته في العطله. انها الجمعه مش عايزها في حاجه، الاجازه في يونيو مش عايزها في حاجه، احب الذهاب الى البحر، خلاص انا خدت كده مشروع اللي هيروح في العطله. زميلك تيدو مانديه بيسالك ماذا ممر العجل؟ ايه هو ممر العجل؟ ماذا انت تقول؟ ممر العجل انه طريق للعجل. زميلك تيدو مانديه بيسالك بوركوالي ماذا؟ تي فا او بارك تذهب الى الحديقه، ماذا انت تقول؟ انت بتروح الحديقه ليه؟ تعال نشوف. لكي اشاهد فيلم ما تنفعش.
اشتري كتب ما تنفعش، فير دوزبور امارس رياضه ما تنفعش، مي برومانيا اتنزه زي الفل. نشوف السؤال اللي جاي. انت تطلب من زميلك لامبلاسمو يعني مكان المحطه، ماذا انت تقول؟ بتساله عن مكان المحطه، انت هتقول له ايه؟ المحطه انها اين؟ خلاص مش عايز حاجه. شوف السؤال اللي جاي. انت تصف حيك، ماذا انت تقول؟ اما تيجي توصف حيك هتقول منزلي كبير ما تنفعش، انا اسكن في حي الاوبرا ما تنفعش، انه حي حديث، انا كده بوصف حي. يوجد كثير من الاحيان ما تنفعش. هات 15. انت توضح موقعك، مكانك في السباق بتاع العجل، انت هتقول انا الاخير. اول واحد. نشوف السؤال اللي جاي. انا اذهب الى المدرسه على الاقدام، القدم وسيله مواصلات، طالما وسيله مواصلات تاخد حرف الجر. اه طب انت لو قلت انا عندي الم في القدم كنا خدنا اوم، لانها اصبحت جزء من اجزاء الجسم، انما هنا وسيله مواصلات. يكون طن بالوليد طن بجدول مواعيدك، جدول مواعيد مذكر يبقى ناخده كل الاولانيه. الحروف الناقصه احنا بنكملها واحنا ماشيين مش مشكله. اون فيل في المدينة، أنا أحب الذهاب إلى الليبرير المكتبة، أي مكتبة مؤنث؟ أدور على حاجة بتاعت مؤنث في دول، قال لك كلمة اسمها ألا. أنا أشارك في سباق الجري، السباق مؤنث. أدور على حاجة كده، دان إن دي مذكر جمع مؤنث يبقى خدناه مؤنث. جوليا وليا لابس كيابل، جوليا وليا دول جمع يعني بيساوي الضمير قال بتاعت الجمع. يعني ياخدوا نهاية او ان تي، ادور على واحدة فيها او ان تي، قال لك الاولانية. علي يكون الثامن، اخد له الاولانية. ميسير اخوات البنات دول جمع مؤنث، ادور على حاجة دول جمع مؤنث، قال لك الاخير. مامي زون منزلي قريب من المكتبة، المكتبة مؤنث يبقى ناخده دولار. هنحل القطع معاكم بس في المراجعة. أما حاليا فأنا باخد اللي هي الأسئلة الاختياري كويس جدا، إنما في المراجعة مش هنسيب قطعة من غير ما نحلها إن شاء الله، كان في العمر بقية بإذنك يا رب. أنت تقترح فكرة، أنت تقول أنا أذهب إلى ميدان التزلج، نذهب إلى السينما يبقى نذهب إلى السينما. نشوف السؤال اللي جاي. الامتحانات خاصة بالأزهر بتبقى خفيفة شوية. زميلك تيدي مندي بيطلب منك الطريق للذهاب إلى المتحف، هو يقول، هو زميلك بيسألك عن الطريق للذهاب إلى المتحف لكي أذهب إلى المتحف من فضلك يبقى الأولاني. شوف السؤال اللي جاي. تين لكي أنت توضح خط السير إلى زميلك، أنت هتقول له آسف أنا لا أعرف، ماذا تبحث؟ لف في أول شارع، أنت بتوضح له خط السير يبقى ناخد رقم سي. أنت تطلب من زميلك سي بروجي مشروعاته أون فاكون في الأجازة، أنت تقول بتسأله عن مشروعاته أين تقضي الأجازة؟ تفعل ماذا في الأجازة؟ يبقى تفعل ماذا في الأجازة. نشوف القواعد. جو بأمر شخص واحد لأنه حاطط له علامة تعجب. فا أهن فيهم اللي تنفع مع عمرو مع التي، قال لك فا اللي في النص عشان بحذف حرف الإس مع ضمير تي ففعل المجموعة الأولى. إنه ماذا جدول مواعيدك؟ لسه متفق معاكم إن جدول مواعيد مذكر يبقى ناخده طون الأولاني. للذهاب إلى المحطة، المحطة مؤنث يبقى ناخده آلاء الأخراني. المترو يمر بالأوبرا، الأوبرا مكان، طالما مكان يبقى آخد بار، طب لو شخص كنا خدنا شيء يبقى ناخده بار عشان جوارها مكان. بي دوجزمو إحنا لسه متفقين في ملحوظة كنا كاتبينها دي شوية إن دوجزمو بتنتهي بالمو إن تي يبقى جمع مذكر يبقى ناخده الأخير. لابوست البوسطة تكون بجانب المكتبة، احنا اتفقنا ان المكتبة مفرد مذكر ولا مفرد مؤنث؟ قال لك مفرد مؤنث يبقى ناخده دولار اللي في النص. نقرا مع بعض الكلمات بتاعت الدرس. انت ورايا الكلمات مرة واحدة وعايز تكررها بعد كده بكرر زي ما انت عايز، بس نسمعها مع بعض. اتنريير لوي كافيه موزي اوبيتال ريستورون اوتيل ايربورت بارك دي اتراكسيون بارك دو اتراكسيون برو بيتيون باسون ايتاج
إيمابل باتيمو بوان بروي كورير ريتو ديبار. شوف المؤنث بسين جار بيبلوتك باتنوار بانك ستاسيون دي مترو بات سري رو فارماسي لبغيه جورني أريفي سومين فان كورس فاكانس بوزيسيون كاتاستروفي. شوف الأفعال إنديكي براتيكي إكسبليكي سي تروفي سيتوي فينير بارتسيبي ا باسي كونيت ترافرسي اوتوليزي اريفي تومبي دوبليج باسير دوفون مارشي سرتي. فضل شوية الأجكتيف الصفات. فاسيل ديفيسيل تو شك أو ديبو آ لا فان إيسي لا بندون أبري أفون تو دروا بوي جاسك آ دابو إن سويت. الحمد لله رب العالمين، خلصنا حل الدرس الثاني. ان شاء الله الفيديو بتاع حل الدرس الثالث ان شاء الله مش هغيب عليكم بيه عشان نخش على الوحده الثانيه ان شاء الله على طول. احنا نزلنا شرح الوحده الثانيه بس بناخد الحل على مهلنا لان لسه قدامنا مسافه. ان شاء الله تكون الملحوظات اللي في الفيديو عجبتكم، يا رب اكون وصلت لكم ولو حتى معلومه. اشوفكم في فيديوهات ثانيه ان شاء الله اذا كان في العمر بيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.